ايه رايك في الانفينكس هود 20 اس؟ ايه الافضل تجربه كامله، بوكو اكس 4 جي تي ولا سامسونج اي 52 اس؟ دول مجرد سؤالين من مجموعه اسئله هجاوبهم معاك في الفيديو ده. اكيد طبعا لو عندك اي سؤال ما تنساش تحت الفيديو ده في كومنت وتسيب سؤالك، لاني دايما باخد الاسئله من على كل فيديو اسئله. بس قبل ما اقول اي حاجه كده، محتاج اتكلم معاكم في حاجه بسيطه كده، يا ريت بس تستحملوني للاخر. اول ما بدات القناه دي كان حلمي لما اوصل 50,000 مشترك، احاول على قد ما اقدر اني اساعد الناس اللي محتاجة مساعدة. الاشتراك بتاعك بس هو اللي مطلوب منك عشان اوصل للرقم ده، فبالتالي اقدر احقق الامنية اللي انا كنت عايز اعملها دي. اعمل شير على قد ما تقدر، اعمل اشتراك. انا اليوتيوب بيقول لي ان في حوالي 80% من متابعين القناة مش مشتركين. بس كده انا مش حابب اطول عليكم، خلونا نخش في تفاصيل الفيديو. ممكن اعرف سعر سامسونج S21 FE بنسخة سناب دراجون؟ للأسف مش موجودة النسخة السناب دراجون في السوق، هو في حدود 15-16 ألف جنيه بس النسخة الإكزينوس مش السناب دراجون. ايه الافضل تجربة كاملة، بوكو اكس 4 جي تي ولا سامسونج A52 S؟ سامسونج A52 S كتجربة كاملة. ايه رأيك في الانفينكس هود 20 S؟ موبايل قوي جدا وانا من الناس اللي مستنيه، عشان ده موبايل في فئة هيكون في فئة ال 4000 جنيه وبيقدم مواصفات فعلا سفاحة في الفئة السعرية دي. هو ريدمي نوت 12 برو بلس صفقة حلوة ولا لا؟ انا عايش في الامارات، ريدمي نوت 12 برو بلس صفقة كويسة جدا، بس انا لو هشتري الريدمي نوت 12 برو بس مش البلس. لازم من الامارات، ما ينفعش من السعودية. الامارات يعني احسن السعر من السعودية، الامارات احسن واقل من السعودية شوية، ولكن السعودية تظل كويسة جدا وتعتبر افضل من مصر. يعني لو قدامك او قدامك تشتري من السعودية اشتري عادي، لان السعودية سعرها برضو هيظل اقل من مصر حتى لو غالية. لو معايا 1500 درهم اجيب موبايل ايه من الامارات ضروري بعد اذنك؟ في موبايل قوي جدا زي الريلمي جي تي نيو 3 ممتاز سعره 1500 درهم، رايي روح اشتري. يا محمد ايه رايك في التليفون شاومي بوكو ام 5 اس 628 ب 875 دينار ليبي؟ 875 دينار ليبي بكام بالظبط؟ ممكن تقول لي في كومنت وارد عليك اقول لك هل كويس ولا لا. بس هو البوكو ام 5 اس موبايل من الموبايلات الكويسه جدا الاقتصاديه اللي هي بتاعه 4-5000 جنيه بالمصري. لو هو بيعادل الرقم ده بالمصري اشتريه. لو سمحت عايز اعرف سعر الريدمي 9 اي بالظبط في المحلات حاليا، عامل له 7200 7300 في الحدود دي. ما هو افضل، ريلمي سي 33 او السامسونج ام 13؟ والله الاثنين اوحش من بعض، بس لو اختار السامسونج ام 13. بعد اذنك عايز تليفون مناسب للاداء اليومي والتصوير في حدود 7.5 ريلمي 9 اي. مساء الورد عليك يا حبيبي، بعد اذنك معايا سامسونج A52 اس 5 جي ذاكره 256 واوبو رينو 2 8256، الجهازين زيرو باللزقه. وكنت عايز اشيل ايفون، ابيع انهي ولا بلاش ابيع واسيبهم اخسر؟ ممكن نصيحتك؟ والله انا شايف انك لو عايز تجرب تجربه الايفون بيع واحد منهم، بس ما تبيعش السامسونج، بيع الاوبو. يعني بما ان الاوبو رينو 2 قديم شويه، اما السامسونج يعتبر كويس جدا بلاش تفرط فيه احسن. السلام عليكم، ايه افضل موبايل لمشاهده محتوى وتصفح بمعالج كويس من 4-6؟ انا منتظر ريدمي نوت 12. رايي خليك منتظر، لان مفيش موبايل يستاهل في الفئه السعريه دي غير الانفينكس نوت 11. وانا مش عاجبني تجربه كاميرات الانفينكس وكده، بس انا بقول لك عليه لانه هو الموبايل الوحيد اللي بشاشه اموليد، وانت عايز مشاهده محتوى يعني عايز شاشه اموليد كويسه. يا اخي جاني عرض من ريدمي نوت 11 اس ب 240 دولار، هل اشتريه ام انتظر؟ والله انا رايي اشتري لو مستعجل، لو مش مستعجل استنى، لو تقدر تستنى شهرين ثلاثة كده. ايه رأيك في السامسونج A13؟ لو بنتكلم في فئة 4000 جنيه فرأيي ممتاز جدا، أما أكتر من كده رأيي لا طبعا. عايز موبايل يكون بمعالج حلو في بابجي وكاميرات كويسة بخمسة، هو مفيش أصلا هنا غير السامسونج A23 يعتبر كويس جدا ويديك أداء كويس في بابجي ويديك برضه استخدام حلو وكاميرا كويسة. ايه رأيك في هاتف سامسونج M13 نسخة الهند اللي بتيجي ببطارية 6006 جيجا رام و128 جيجا في سعر 161 دولار؟ رأيي سعر كويس جدا على موبايل بهذا هذه المواصفات. ريلمي جي تي نيو 3 هل تنصحني بيه وهل سوفت وير وتحديثات يعتمد عليها؟ انصحك بيه جدا، وموبايل من افضل موبايلات ريلمي اللي نزلت في السوق وسوفت وير يعتمد عليه جدا جدا جدا. هل الاونر 70 قيمه مقابل سعر؟ لو هو مش حلو ممكن اجيب ايه في نفس السعر؟ اونر 70 قيمه كويسه مقابل سعر في الامارات، غير كده فهو مش قيمه تماما مقابل السعر. شو اختار بالامارات باعلى النسخ، بوكو اف 4 ولا ريلمي جي تي 2؟ هيكون في توفير حوالي 2000 درهم او اقل من 2000 درهم بحاجه بسيطه ما بين النسختين، فساعتها اروح للاقل اللي هو البوكو اف 4 واوفر ال 2000 درهم دول. السلام عليكم، انا معروض عليا ريلمي 9 ب 4500
500 كسر زيرو يا ريت تقول لي عشان ما تغشش. هو يعتبر سعره كويس جدا، بس انت تقصد الريلمي 9 اي مش ال 9 العادي. هل يوجد مشاكل في السوفت وير بوكو اكس 4 جي تي؟ هو لحد الان ما فيش اي مشاكل، موبايل كويس جدا. قول لي ازاي اشتري من الامارات، انا ماليش حد اجيب منه، وسعر السامسونج 52 في الامارات، عايز اسال طريقه للشراء من الامارات. ما فيش حل غير ان انت يا تسافر يا تشوف حد في الامارات، ما فيش اي طريقه ثانيه ممكن تشتري بيها. انفينكس نوت 11 ولا السامسونج 23؟ الرد بسرعه من حيث الاداء، الاثنين كويسين جدا، بس الانفينكس نوت 11 اداؤه اعلى شويه بالنسبه لاداء الالعاب، اما كاداء يومي السامسونج سلس اكتر. رايك في الريلمي 10 5G عامل 8000؟ لو ال 5G وعامل 8000 يعتبر منطقي بالنسبه للاسعار حاليا، بس انا رايي برضو ان في حاجات من الريلمي احسن ممكن تجيبها من الامارات، زي الريلمي جي تي ماستر هيكون اقل من كده كمان، وفي الامارات و 5G برضو. ريدمي نوت 10S 428 سعره كام في المحلات؟ انا اخر مره شايفه عامل 8 وكسور، ورايي قيمه غير ممتازه تماما. اخر سؤال معانا في الفيديو، معلش ازاي اشتري موبايل من الامارات وانا في مصر، واول ما ادخل على الموقع عشان اطلب الموبايل يقول هذا الموقع خارج نقاط منطقه خدمتنا على موقع نون الامارات. صعب انك تشتري من نون الامارات لنون مصر، لان الموبايل هيجي بنفس التسعير. الحل الوحيد تشوف حد في الامارات او تسافر انت بنفسك، مفيش حل تالت. وبس كده، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اكيد ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعادة انتظر ان فيديو جديد. سلام.